بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. ما أحلى السهرة مع علي عليه السلام، لأنها سهرة القرب من الله والوعي للواقع والانفتاح على الحاضر والمستقبل. فالإنسان عندما يجلس مع علي عليه السلام فإنه لا يقوم إلا بعلم نافع وحكمة بالغة وأمل كبير بالحياة وثقة بالله. ولذلك أيها الأحبة، علينا دائماً أن نتثقف بثقافة علي عليه السلام الذي يحمل ثقافة القرآن كله وثقافة النبي كله. لا تقتصر في علي على بطولته بالسيف، فهي أقل بطولات، لأن بطولة العلم والروح والزهد والصلابة في ذات الله هي أعظم وأعظم وأعظم من ذلك. ومشكلتنا أننا نتحرك مع علي بطل السيف، ولكننا لم نتحرك مع علي بطل العلم والرسالة والتقوى. لذلك احفظوا كلماته وتدبروها، فإنكم تجدون فيها الهدى لمن أراد الهدى. وقد كانت مأساة علي مع الذين عاشوا معه أن القليل منهم هم الذين استفادوا من علمه. ولذلك كان يقول وهو يشير إلى صدره: إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حملا. لو شوف الناس تعلموا. وكان يقول لهم: سلوني قبل أن تفقدوني، فإني بطرق السماء أعرف مني بطرق الأرض. ولذلك لا بد لنا أيها الأحبة أن نسأل علياً الآن، وإن لم يكن معنا جسداً، لكن أن نسأل علمه، وأن نسأل الذين يحملون علمه، أن نتعلم منهم. فلدى علي علم كثير وهدى كثير، والتشيع في معناه هو أن نتبعه في فكره الذي هو فكر الإسلام، وفي علمه، وفي استقامته، وفي إخلاصه لربه. تعالوا نكمل ما بدأناه في موضوع بالغ الأهمية، وهو الموضوع الذي يتحرك في حياتنا. فنحن أيها الأحبة نلتقي في حياتنا هذه التي تتطور على مستوى اللحظة وتتغير
في كل يوم من خلال ما يرسله الغرب والشرق إلينا من أفكار ومن عادات ومن تقاليد قد تختلف مع عاداتنا ومع تقاليدنا ومع أوضاعنا الإسلامية. والكثيرون من الناس ينجرفون مع التيار ليقولوا لك إن الوقت يفرض علينا كذا وكذا، وإن العصر يفرض علينا كذا وكذا، وأن الدنيا قد تغيرت فلا بد لنا من أن نتغير معها. ولذلك أخذ الناس بأخلاق الغرب وعاداته وتقاليده، لا لأنهم درسوها وعرفوا حسناتها وسيئاتها، ولكنهم اندفعوا لأن التيار الذي يتحرك من كتاب هنا وفيلم سينمائي أو تلفزيوني هنا وإعلام صحفي أو إذاعي هنا وهناك وشهوات تثير الناس لينطلقوا في كل دعوة لإثارة الشهوة والغريزة. المسألة هي أننا لم نقارن بين ما وصل إلينا من الله ورسوله والتزمناه من خلال التزامنا بالإسلام، لأن الالتزام بالإسلام يعني أن تلتزم بكل آية أنزلها الله وبكل حكم شرعه الله، هذا معنى الالتزام بالإسلام. لم نقارن بين إسلامنا وبين ما جاء إلينا من غير المسلمين وفي غير منهج الإسلام، بحجة أن الوقت تغير، الماضي شيء والحاضر شيء، ولا بد لنا أن نمشي مع العصر. الإمام يعالج هالنقطة، وربما كان في زمانه بعض هذا. يقول الإمام، ثم ندخل بعض التفاصيل: واعلموا عباد الله، هذا الخطاب لكل عباد الله ونحن من عباده، يعني الإمام كأنه يوجه الخطاب إلينا نحن الذين نعيش في هذا العصر. واعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام سنة 1421 ما استحل عاما أول في سنة 1420. مرور الزمن ما يجعل الحلال حرام، يبقى الحلال حلال، ويحرم العام ما حرم عاما أول. أيضا شرب الخمر حرام في محرم السابق وبعده حرام. وأن تفتوا لها الكلمة الثالثة، وأن ما أحدث الناس من عادات وتقاليد وسلوكيات وأوضاع، وأن ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرم عليكم. ليش؟ لأنه الحلال والحرام لم يأتي إلينا من خلال مجلس نيابي هنا حتى نقول والله القوانين تغيرت، صوتوا هلا الأكثرية صوتت على الحلال ثم صوتت على الحرام أكثر. لا، الحلال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيار من أمره. قصة أنا حر، ما بتمشي مع الله يا جماعة، تجي الواحد أو للوحد، عمي هذا حرام، أنا حرة، أنا حر. لا، أمام الله بدك تحني رأسك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعد شو فيه؟ ما بيتضايقوا إذا كان شيء ما يعجبهم، ويسلموا تسليما. هذا الإيمان الذي لا يعيش هذه الروحية، الذي يتشنج من بعض الأحكام الشرعية الثابتة، الذي لا يسلم بما أنزله الله، هذا ليس مؤمنا وإن صام وصلى. الإسلام هو التسليم. إذ قال له ربه أسلم، شو قال له؟ قال أسلمت، رفعت العشرة يعني، قال أسلمت لرب العالمين. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. وأن ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم، ولكن الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله. ليس الحلال ما أحله الناس، وليس الحرام ما حرمه الناس، بل الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. الله تحدث عن بعض ما كان الجاهليون يمارسونه، أنه الله أنزل رزق كذا فجعلتم منه حلالا وحراما، الله أذن لكم، الله أعطاكم إذن، أم على الله تفترون؟ هذه المسألة ركزها الإمام سلام الله عليه، وكما ترون أنها تنطبق حتى على الواقع الذي نعيشه، على المنطق الموجود لكثير من الناس، عندما يقولون أن العصر هيك، العصر هكذا، والوقت هكذا، وعصرنا غير عصر آبائنا وأجدادنا. عندنا هناك متغيرات تفرضها تطورات الاجتماعية السلوكية، يعني مثلا تقاليد الاحترام، مثلا يمكن مثلا بالأول كان الولد يقبل إيد أبوه، يمكن هذه وين كانت لازم تبقى لأن تدل على الاحترام، لكن راحت مش مشكلة. كان الناس عندما يتحركون في حياتهم في الاحترامات، واحد يقوم لأحد، واحد يصافح شخص، واحد وهكذا، هل تتغير الأخلاق المتحركة التي لم يرد فيها تشريع ثابت، مثل طريقة الأكل، طريقة اللبس. آباءنا كان يلبسوا شراوي، كان يلبسوا لباس معين، مش ضروري يلبس مثله. واحد إجا للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، انتقدوا على لباسه، كان لطيف وحلو وكذا. الإمام بعد أن تحدث معه قال له: خير لباس الزمان لباس أهله. مش ضروري هذا، مش ضروري أن نلبس كما يلبس الماضون. وهذه أكدها الإمام علي سلام الله عليه عندما تحدث عن الأخلاق المتحركة، قال: لا تخلقوا أولادكم بأخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هاي الأخلاق المتحركة. يعني الآن في كثير من الناس مثلا بالواقع العربي بيأكلوا باليد، الآن صارت الناس تأكل بالشوكة وبالملعقة وبالكذا. مش ضروري إحنا أولادنا نقول لهم لا، لازم تأكلوا باليد مثلا، أو لازم تلبسوا مثل هذا. في أخلاق هذه متحركة. الإمام يقول:
عليكم أن تمشوا بتطور الزمن في الأخلاق المتحركة التي لا تمثل قيمة من قيم الأخلاق وقيم الروح. لكن مثلاً في أخلاق ثابتة، يعني حجاب المرأة، أن المرأة تغطي جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها، هذا ثابت، هذا تشريع، أنه يحرم على المرأة أن تظهر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا أنه في ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بالإضافة إلى أحاديث كثيرة. هذه أخلاق ثابتة، ليش؟ لأن هاي مربوطة بإيجاد المناعة الأخلاقية في المجتمع المختلط لأجل حماية المرأة من حالات الإغرار إغراء، وحماية الرجل من حالات الإغراء. هذا شيء يعني يعتبر مش متحرك. ولذا قضية الحجاب هي من القضايا التي ترتبط بالأحكام الإسلامية، ما ترتبط بالعادات الاجتماعية. لكن قضية المرأة الآن، لو فرضنا المحجبة، لو فرضنا أنها تريد أن تلبس في بيتها أو في المجتمع، في المجتمع النسوي تلبس أي لباس، أحدث صرخات الموضة مثل ما بيقولوا، مش حرام؟ هم مش مهم. مثل ما الرجل لا يفرض عليه تفصيل معين وطريقة معينة، المرأة ما يفرض عليه. لكن إذا أرادت المرأة أن تخرج أمام الرجال الأجانب في المجتمعات المختلطة، عليها أن تعيش كإنسانة لا كأنثى، معلش، تعبر عن أنوثتها في داخل البيت الزوجي، في داخل البيت الأبوي، في داخل المجتمع النسوي، ما في مشكلة. الإسلام لا يحرم المرأة من التعبير عن أنوثتها، ولكنه في المجتمع الذي تتحرك فيه الأنوثة لتكون عنصر من عناصر الإثارة وعناصر الإفساد، هذا مثلا الله يقول فلا تطمعن يخضعن في القول، تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. معلش، المرأة تحكي مع الرجال الأجانب مش مشكلة، صوت المرأة ليس عورة مثل بعض الناس. ولذا احنا بنقول ما في مانع واحد بتقرأ تعزية وقد يسمعها الرجال إذا لم يكن فيها، لكن غاية مر الله بيقول فلا تخضعن. المرأة لما تتكلم بطريقة طبيعية، مش كلام في غنج وفي دلال وفي كذا بحيث يشكل عنصر إثارة، هذا تحكي بشكل طبيعي مع الرجال، تخطب أمام الرجال ما في مشكلة. زهراء عليه السلام وقفت في مسجد رسول الله وخطبت للرجال، زينب عليه السلام وقفت وخطبت في أهل الكوفة وخطبت في مجلس يزيد، ما في مشكلة، ما حد ينتقد عليه حتى ذاك الوقت، ما في مشكلة. لهذا الإسلام أراد أن يحمي الرجل والمرأة معا، هذا من الأخلاق الإسلامية. افرض الآن صار في عندنا سفور وصار في عندنا هذا، وأنما أحدث الناس، يجي كلمة الإمام علي، وأنما أحدث الناس لا يحل لكم ما حرم عليكم. ما صار السفور يعني حلال، ما صار هذا الاختلاط الذي يكون بالواقع الذي نعيشه في المراقص في الكذا، ما صار حلال، ما صار حلال. هذه نقطة الذي إمامي يركز عليها. مثلا الآن مثلا الربا حرام، الواقع الاقتصادي كله أصبح الآن مبني على الربا، ما شو معنى صار الربا حلال؟ نعم، فقهاء حاولوا على أن يشوفوا بعض الوسائل التي تخرج الناس من الربا مثلا، وإن كانت تعطيه بعض النتائج، لكنه حتى الناس قالوا واحد للإمام الباقر إنها حيلة، قال نعم الحيلة، الفرار من الحرام إلى الحلال. لكن الحرام يبقى حرام، الزنا انتشر بين الناس، مش معناها صار الزنا، صار عادي طبيعي، صار ما
مش معناها الزنا صار حلال. هذا الذي يعني في نقطة ربما يتساءل عنها الناس، أنه كيف طبق؟ أنه عندنا مثلا في بعض تعود الناس على بعض الفتاوى التي كان يفتي بها العلماء على أساس أن شيئا ما حرام، هلا صار حلال. حتى بعض الناس مثلا يجي يقول أنه شو بإيدكم تحلل اليوم هذا حرام واليوم بكره حلال، أو بالعكس مثلا. هل ينطبق هذا الذي يحدث في اختلاف الفتاوى بين العلماء على ما قاله الإمام علي سلام الله عليه؟ لا، الإمام يقول أن الحلال الذي أنزله الله ما تغير، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، والحرام الذي أنزله الله ما يتغير. لكن في ما يختلف فيه العلماء في اجتهاداتهم هو أن عالما مجتهدا قد يفهم من نص معين في آية قرآنية، أو من نص معين في حديث نبوي مثلا، يفهم أن هذا الشيء حلال. في عالم آخر بحسب اجتهاده ودراسته للأمور ولكل ما يحيط بها يفهم أنه حرام. هذا مش معناها أنه هو واحد مخطئ منهما، لكن احنا ما نعرف من المخطئ ومصيب، معذورين عندما نمشي مع واما الحوادث الواقعه، هاي مروي عن الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه، واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجتكم، نرجع معذورين. يا ربي احنا ما عندنا اختصاص بالشريعه، احنا قلد، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، احنا سالنا. هذا ليس تغييرا في حكم الله، وإنما هو تغيير في فهم النصوص التي تبين حكم الله. يعني مثلا الآن من الأمور التي درج عليها الناس لعله من بعد زمان الأئمة عليهم السلام إلى ما يقارب عصرنا هذا، أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم نجسون. أهلنا كانوا لا بيشتروا زيتون ولا بيشتروا كذا ولا يأكلوا ولا، وكل هذا على أساس الفتوى بنجاسة أهل الكتاب. وكان العلماء يبحثون في نصوص توضح أنه في نجاسة، في نصوص لا بتقول أنه النجاسة مش حقيقية، لأنهم يشربون الخمر، لأنهم يأكلون في آنيتهم لحم الخنزير، وجدل بين العلماء. بس السابقون كانوا لا يجرؤون على الفتوى. أول مجتهد من المراجع الحاليين الذي يعني في العصر الحاضر وتوفي رحمه الله، السيد محسن الحكيم، بعد أن كان يفتي في مدى 60 سنة بنجاسة أهل الكتاب، في آخر حياته اكتشف خطأ الفكرة الذي هو انطلق منها، فأفتى بطهارة أهل الكتاب. ثم بعدين مشت مسألة إفتاء بالطهارة. إحنا مثلاً عندما جينا بقت القصة كانت طهارة أهل الكتاب، بقت عندنا مش كل الدنيا أهل الكتاب، في بوذيين، في هناك مثلا هندوس، في ملحدين، ما في ما سامعين كثير من الناس حتى من بعض الاحزاب العلمانيه يقول لك انا ما بؤمن بوجود الله. هذا علماء يفتون بالنجاسه، كافر صح. قل لك احنا يمكن قضيه اليهود والنصارى مثلا نجسين طاهرين طهرناهم، لكن هولي ما نقدر طهر، يعني شبه اجماع. لكن
بدأ بعض العلماء ومنهم مرحوم سيحان باقر الصدر وبعض علماء النجف الحاليين وبعض علماء قم الآن، وهذا رأينا إحنا، بدأوا يعني يحركون في اجتهادهم مسألة أن من الممكن أن نحكم بطهارة كل الكفار، أن الكافر نجس الفكر نجس العقيدة وليس نجس الجسم. ما تقول في واحد أن فلان ما في أنجس منه، مش ما أنجس منه يعني جسمه، هذا ما في أنجس منه يعني أخلاقه مزاجه فكرته، مش هيك منقولها هؤلاء؟ ما هالقبيل. حتى أنما المشركون نجس، مش معناه نجس يعني في أجسامهم، لا، نجس يعني في شركهم، شرك في قذارة فكرية. ولذا احنا افتينا بعض العلماء عندهم احتياط بس فتوى، بس احنا افتينا بطهارة كل انسان، ما في انسان نجس، مسلم وكافر، غاية ما هناك انه هو اذا تنجست ايده مثل ما المسلم اذا تنجس ايده، مش ما في فرق بينهم. هذا اختلاف بالاجتهاد. يعني هناك مثلا علماء، وكثير من القضايا مش بس انه هذا الموضوع، في كثير من القضايا مثلا الان اغلب علمائنا كانوا لا يرون ولاية الفقيه العامة، لكن بعض علمائنا من المتقدمين الشهيد الاول صاحب الجواهر امام الخميني اخيرا يرون ولاية الفقيه العامة، وبعض الناس عندهم تحفظات، حتى ممن يرى الولاية الفقيه العامة عنده تحفظات في حدودها وفي كذا. كان معناه في حركة اجتهاد موجودة، وعند الشيعة باب الاجتهاد مفتوح. ولذلك قد نجد هو يعني باب الاجتهاد مفتوح، في إيجابيات أنه من قبيل لن نصبر على طعام واحد، يمكن تجي اجتهادات بتريح الناس ما دام الناس معذورين مثلا هذا، وبيها سلبيات لانه يصير عندنا مشاكل. يعني مثل هالايام المفروض واحد زوجته بتقلد شخص وهو يقلد شخص اخر، ما تقلد زوجه عن زوجته وتقلده له في رأي ذاك، هذا كيف بده يدبروا القصه؟ هاي بعض السلبيات الاختلاف. ولذا الان التقليد، شوفوا فلان مقلد فلان، شو رأي فلان، شو رأي الخميني، شو رأي الخوئي، شو رأي فلان، هذه تحدث بعض السلبيات، ولكن الإيجابيات أكثر في هذا المجال. هذا الموضوع يعني حركة الاجتهاد واختلاف المجتهدين بين رأي وآخر، هذا لا ينطبق على كلام الإمام علي صلى الله عليه وسلم. الإمام علي يتكلم عن الأشياء التي ثبتت حرمتها بشكل قطعي مثل الغيبة. هلا اغلب الناس تغتاب، لكن معنى ما صارت الغيبه حلال مثلا هذا، وهكذا. فهذه الامور هذه اللي يتكلم عنها الامام، الاشياء التي ثبتت حليتها لن تكون حراما، والاشياء التي ثبتت، اما ما لم يثبت حليته بشكل قطعي او حرمته، بل قد تختلف الاجتهادات، فعلينا احنا ان نتحرك مع المجتهدين ونكون معذورين في هذا المجال. ايضا على الهامش احنا ايضا لابد ان ننبه على نقطة في هالاتجاه، أنه قضية التقليد يعني الرجوع إلى هذا المجتهد أو ذاك المجتهد ما تخضع للعصبية، يعني هذه ما يمكن يصدر منها مرسوم، يعني أن يصدر مثلا مرسوم حزبي قلد فلان أو مرسوم عائلي قلد فلان، لا، تقليد يتبع قناعة الإنسان، يقتنع الإنسان. وحتى هم قصة التقليد مو مربوطة بعالم الولاية، الولاية عملية تنفيذية والتقليد عملية ثقافية، ما لها ربط. كل إنسان يقتنع
يقتنع إما من خلال شهادة شهود، من خلال شياع، من خلال اطمئنانه، والاطمئنان حجة. هذا الشيء هذا الهامش، لأنه كثير من الجدل عم يصير، وبعض القضايا دخلت فيها عصبيات، وبعض الناس أيضا خرجوا عن خط الاستقامة الدينية عندما يكون يقلد له مجتهد، أو يكون صارت مثل عصبيات الزعامات. كيف واحد لما يكون مع هذا؟ مش هيك القصة. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا مقتنع أن فلان من أهل الذكر، أنت شو دخلك في الموضوع؟ حتى كيف تقلد وكيف كذا، شو دخلك؟ خصوصا إذا كنت أنت عامي تيجي تقول له تقليدك باطل، على أي أساس؟ شو فهمك أنت الموضوع؟ ما عندك ثقافة الموضوع حتى تقدر. هذا كل إنسان معذور بحسب هذا. لهذا هذا الجدل الذي أكل دين الناس، أدخلهم بالغيبة، أدخلهم بالتهجم على العلماء، أدخلهم بالتهجم على المراجع، أدخلهم بكثير من الأمور. هذا كل من يطلب منكم أن تتحدثوا بالطريقة السلبية عن العلماء وعن المراجع فهو يطلب منكم حراما. ما في تكليف شرعي بهالقضايا، بالحرام ما في تكليف شرعي. غيبة العلماء ما فيها تكليف شرعي، تهجم على العلماء ما في تكليف شرعي، ما ممكن هذا. هذا أحب أنه إخواننا مؤمنين أن لا يسقطوا إيمانهم بهذه الأمور. كل واحد حر، كما قلنا التقليد حالة ثقافية. يعني كيف ترجع أنت إلى محامي لما عندك دعوة في القضية قانونية؟ هذا واحد يشوف والله هذا المحامي دافع أكثر، ذاك يشوف المحامي. كيف ترجع للطبيب؟ رجوع إلى العلماء المجتهدين، مثل الرجوع رجعوا إلى أهلي باعتبار أهل الخبرة فيما لا خبرة لنا فيه. هاي المسألة أنا أحب هالأمور، مش ضروري تقبلوا مني كل ما أقول، لا، فكر. أنا دائما يمكن من 20 سنة 30 سنة تسمعون مني، تقدر تأجر بيتك، تقدر تبيع بيتك، تقدر تعير بيتك، لكن لا تأجر عقلك لأحد، لا تبيع عقلك لأحد، لا تعير عقلك لأحد، لأن الله سوف يخاطب عقلك غدا، لأن العقل هو حجة الله عليه. الله لما خلق العقل قال له أقبل، يعني هاي بطريق الكناية، فأقبل. ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال فبي حلفت أو عزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي منك، إياك آمر. أنا آمر عقلك، أنا آمر العقل، وإياك أنهى، وبك أثيب وبك أعاق. عقلك ما على شيء، مش تعير عقلك للآخر، لا، خلي عقلك مع عقله. من شاور الرجال شاركها في عقولها، معلش تسأل، تستشير، تستوضح الأمور. فكر وليفكر الآخرون معك، فكر مع الآخرين، ولكن لا تقل للآخرين فكروا لي، فكروا معي. وأنا بقول حتى الأطفال، مش الأطفال، خلينا نعودهم أن يفكروا، ونحاول على أنه ننصحهم، نحاول على أن نوجههم، لكن لا تخطئ لتقول لولدك أنت ما إلك كلمة، ما إلك فكرة، أو تقول لبنتك لا. هو الله أعطاه مثل يعني مقدار من العقل، مثل ما أنت كيف تنمي له جسمه. ليش بيلعبوا رياضة؟ لأن الرياضة باعتبار أنها تعطي الجسم حيوية وتعطيه صلابة وتعطيه قوة. مثل ما لازم نخلي أولادنا يلعبوا رياضة حتى تقوى أجسامهم، لازم نخليهم يلعبوا رياضة العقل حتى يفكروا. فكر وحاول تناقشه فيما يفكر،
لأنه اللي بيربي، لما نربي أولادنا على أساس أنه ما إلك كلمة، ما إلك فكرة، لازم تسمع كلمتي فقط، بكرة لما يجي يأتيه المضللون أيضاً كذلك بده يتبعهم، لما يجوا الحكام. ليش إحنا الآن في العالم العربي وفي العالم الثالث ليش الآن الناس تخضع للحكام؟ لأنه تعودوا من حكم الأب والأم ما إلكم كلمة، وجون الحكام هم ما إلكم كلمة. تربية التي تمنع الولد من أن يفكر في البيت هي التي تمنع المواطن من أن يفكر في الوطن، مثل ما عم نربي أولادنا عم ينطلقوا. لهذا أيها الأحبة، نحن نحتاج إلى أن نربي شعباً مفكراً. حتى ابنك لما يجي من المدرسة وبده يحل الفروض اللي موجودة عنده، لا تحل له إياها، خليه يحلها هو ونبهه على الخطأ. مش يجي خلاص يعطيك الفروض أنت، يعطيها الأم أو لأبوه، يقعد يحلوله إياه وهو يروح يلعب. لا، أنت عاونه على أن يحل، معلي شيء فكر معه، لأن هذا لما نتعودوا على أنه البي بيحلوا إياها والأم بتحل، بعدين الآخرين أيضاً، والآخرين لما بيحلوها بيحلوها على طريقتهم مش على أساس مصلحتهم. أيها الأحبة، هذه مجالس الوعي، وعلينا أن نخرج بوعي. أنا لا أقول لكم كما ذكرت، لا أقول لكم اقبلوا كلامي، ولكن فكروا معي ولأفكر معكم. أنا دوري معكم في هالبلد منذ ما يقارب 34 سنة، كل دوري معكم أن أجعلكم تنمون عقولكم وتطهرون قلوبكم وتتحركون في خط الرسالة والاستقامة. يمكن صار لي طيلة المدة أنا بحكي معكم، ما بحب الحكي لكن واجبي، وأقول وأتعلم من رسول الله ذلك: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. والحمد لله رب العالمين.